السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في فيديو جديد مع أخوكم بولد غزة. بعد الفيديو غد نضريكم على كيفاش كيعيش الفلسطيني في المغرب بشكل عام. غد نعود لكم قصص وقعت مع شباب فلسطينيين هنا في المغرب قالوها لي بألسنتهم وأنا غد نعود ليكم على ألسنة لهم. واحد الشاعر كان وصل المغرب، يلا وصل المغرب، يلا حطته الطيارة، يلا أخذ القطار، اهبط في كازابور في الدار البيضاء. أول ما طلع من القطار وقفته طلابة، مرأة كطلب، وانتم عارفين طلبة ارغب الكبير قصة تسول في العالم كله. المهم وقفت على ديك المرأة وقالت لي عفاك تعاون معي وداك الشيء. قال ليها والله يا اختي ما معي، انا لسه دابا حطيت الطيارة عبد الكبير اسمه، قال لسه دابا وصلت وما عنديش فلوس مغربية، عنده غير فلوس ديالنا ولا الدولار ولا شي حاجة بحال هكا. قلت لها تعاون معي باش مكان، قال والله يا اختي ما معي، غير ما معي. قالت لي صافي اسمح لي. ما مشى شوية رجعت عنده ديك المرأة تبعت ورجعت عنده، شنو قالت له؟ قلت له بغيت نسولك سؤال اذا كان ممكن. قال لها اسالي. قلت له منين انت يا؟ شنو قلت له؟ شنو قال لها؟ قال لها انا من فلسطين. فاش قال لها من فلسطين؟ قلت له مرحبا بك، وخلاته ومشات رجعت في حالها. كيقول لي ذاك السيد يلا عاوتاني مشيت واحد 10 متر جات ديك السيده وتبعني وكتجري. شنو باغا؟ فاش وصلت عند عبد الكبير شنو فكره كانت باغا ديك السيده؟ شنو؟ جات حملت دي هزه كاع داكشي اللي جمعها، قالوا كل فلوس الجماعة وكتقول لي هاك. تخيل شفت لين المحبة، جالسة كتقول لي هاك هاد الفلوس كاملين اديهم للأطفال ديال غزة. شوف سبحان الله طلابة طلابة اقسم لكم بالله قال لي ألسانه، قال لي هاك هاد الفلوس كاملين اديهم للناس لأطفال غزة. وكتقول لي علاش أنت كتبغي المغرب؟ وهذه قصة واحدة من بزاف القصص جايكم في الطريق. قصة ثانية وقعت مع مجد، مجد صاحبنا مجد. وقعت معاه شنو القصه؟ في ايام كورونا في ايام الكونفينمو كان مشى القطار غادي يرجع لفاس، كان كيقرا فاس ديك الساعه وعنده الورقه ديال الخروج ولكن ما خدها من فاس، ما عندوش ورقه من الرباط. كان هو طالع من الرباط خدا ديك الورقه، داك البوليس في القطار قال لي ممنوع تدخل، قال له انا من فلسطين، قال له حتى لو من فلسطين كاين اجراءات قانونيه ممنوع تدخل ولازم تخلص غرامك انه 300 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. سمعنا عبد الكبير وما يجي في ديك الوقت اخوان ما كانش مع فلوس. خلى داك السيد وقال صافي غنرجع ما عندي ما ندير. كيقول رجعت من محطة الرباط أقدال، تخيل، وراجع. كيقول تا الباب شالة، شوف المسافة من الرباط أقدال الباب شالة رجع. كيقول لي وصلت الباب شالة كانت واحد المرأة كبيرة تبعه كتجري، تبعها بالطوموبيلة ديالها. كتقول تسنى ولدي تسنى ولدي، قال شنو بغممتي؟ قالت لي هاك أنا كنت في محطة القطار وسمعت اللي راك فلسطيني وما عندكش 300 درهم تدفع المخالفة باش تمشي تكمل قرايتك بفاس. قالت لي هاك هي 300 درهم سير رجع، سير رجع وسير اقرا. الله يسهل عليك يا ولدي. شوف سبحان الله وترى تبوريشه تبوريشه تبوريشه. شو انتم متخيلين راجع عنده من محطه القطار تل باب شالو كتقول لي هاك سير كمل قرايتك. بزاف انا واحد دار وقعت معي قصه غنعاودها لكم. واحد دار تصبت بهذا المرض، تصبت في جاتني اصابه في هذا المرض. المهم اخوان وحجرت في البيت هنا يا فصلة. انا حجرت في البيت وصافي الناس في الحومه والناس اللي قرب مني غبرت عليهم واحد ثلاث ايام عبد الكبير وما كيعيطوا لي يقول لي فينك ما كتبانش. قلت لهم والله راني مكورن ومحجور وما يكون خيابك، واحد منهم مول الحانوت وما يكون خيابك. داك السيد مول الحانوت شنو مشى دار؟ مشى جابت قضيه وشرات قضه وكل شيء وجاب لي 10 جم في الدار. انتم متخيلين مشى جابت قضيه، جابت قضيه لي الحوايج من الحانوت ومن شحال من حاجه وجاب لي على الدار. وليت فترة الحجر كاملة وانا محجور في البيت، كل نهار كيمشي كيتقدى ليا وكيجيب لي على الدار، كل نهار كيمشي كيتقدى ليا وكيجيب لي على الدار. شوف المحبة ديال هاد الناس بس لمجرد انك فلسطيني، كونوا متأكدين. ونقول لكم واحد الحاجة مهمة كمان، شو المغاربة واخا ما تكونش فلسطيني، مجرد انك متغرب عن بلادك وبعيد عن بلادك وبعيد عن اهلك وهذا بتلاقيهم بيقدموا لك كل شيء لحتى يشوفوك ناشط. واسمعوا القصة عاوتاني، واحد درس صاحبنا توا واحد نهار مروح من الخدمه وراكب الترام هنا في الرباط. هو جاي في الترام اخوان وقف الكنترول قالوا فين هي التيكي؟ هو مقطع التيكي ديال الترام ولكن ما مفاليديهاش، خاصو يفاليديها في واحد المكينة. انسى مع تمارد الخدمه والعيا وهذا انسى. داك الكنترول قال له راه مخالف هذا خاصك تخلص 50 درهم. هذاك الدري كيقول انا غير نسيت، كيقول والو ما سوقيش. المهم هذاك الدري شوف مول الكنترول عنده الحق، يعني في الاول في الاخير من حقه يخلص المخالفة، كاين ولا؟ لأنه قانون هذا لازم يخلص المخالفة، ولكن درب في نفس الوقت نسى. المهم تبع مع الإجراءات
قال لي المحطه الجايه غادي يجوا الكنترول وانت تفهم معهم، بغيت تخلص تخلص، ما بغيتيش ديك الساعه انت حر. بالفعل في المحطه الثانيه هبط بنترام وقفها للكنترول اللي ضمنها ليهم، جاوا عنده قالوا لي علاش ما خلصتش؟ قال لهم يا عمي انا عندي التيكي غير نسيت، انا جاي من تمارا تعبان غير نسيت. وكيضرب باللهجه الفلسطينيه، فمشى داك السيد ديال الكنترول قال له من وين انت؟ قال له انا من فلسطين. اول حاجه دار راح عنقه حضنه، ثاني حاجه كيقول له علاش ما خلصتش؟ واش ما عندكش تخلص؟ قال له لا عندي ولكن ما جاتني ما كاينلاش نخلص. يعني كيقول بالعقل انا واش انا نخلص 50 درهم على ودي 6 درهم؟ ما جاتش. قال له ها انت لما عندكش تخلص مشى تيرى 300 درهم عبد الكبير، مشى تيرى فلوس. قال لي هاك اقسم لك بالله، قال لي عبود مشى تيرى فلوس. قال لي هاك سير طلع في الترام وخلص عادي وبخير، طلع في الترام وخلص. ويقول لي المهم لا يا عم انا ما خصني والو. في الاخر اعطاني مرته قال لي شوف ما حدك من فلسطين؟ قال له من وين فلسطين؟ قال له غزه. قال له غزاوي كمان؟ قال له ما حدك من فلسطين ومن غزه؟ الا خصت عليك اي لعيبه ولا اي حاجه هاي مرتي عيط لي واشوف تلين. انا واحد نهار اخوان كنت مشيت باغي نتفرج في ماتش كره في التيران في دونور في كازا في الدار البيضاء. مشينا انا ومحمد صاحبي مشينا الملعب، ما عندناش فلوس. الزوت ينادي هاد الهضره شحال هادي، فان شاء الله جينا المغرب وغادي نتفرجوا ايام كان ماتش الوداد والاهلي. تمام اخوان، وصلنا تما شافنا الضابط قلنا له بغينا نتفرج. قالنا من وين انت؟ قلنا نحن من فلسطين. قالنا واش هتشجعوا الوداد ولا الاهلي؟ قلنا له اكيد طبعا الوداد، هنشجعوا الوداد. احنا ما كناش نعرفوا لا وداد لا راجع لا ولا بخريب قال والو، ولكن في المغرب غير يشجعوا الوداد. مشى ذاك البوليسي قالنا تسناوني هنايا، والشيف ديالهم الكبير بتخيل مشى جاب لينا جوج تيكيات انا ومحمد في اي بي وقال لينا هاكو. فاش كنا غاديين قال لنا بلاتي، قالنا اقسم لك بالله عندك بريش. قال هذاك السيد قال لينا شوف شوكو ما كنتش خدام في البوليس، انا باغي نتصور معاكم، باغي نصور معكم تبقى الصور لي الذكرى، حيتاش ما عمرني تلاقيت مع شي فلسطيني في حياتي، اول مره نتلاقى مع شي فلسطيني. باغي نتصور معكم، باغي ندوز معكم وقت، ولكن لو تصورت معكم غادي يجروا عليا من الخدمه، حيتاش ممنوع كاين ولا؟ اقسم لكم بالله يا اخوان. وعرفتي الدموع هبطوا في ذاك النهار، عطانا دوك التيكيات قال لنا سيروا تفرجوا في الماتش وشجعوا الوداد، ويا ما شجعنا الوداد وحيحنا ديال بالصح. فكنبغي نشكر المغرب، كنبغي نشكركم، هذه قصص بسيطة لحتى تعرفوا احنا كفلسطينيين كيفاش عايشين مع خوتنا. احنا في غيم وهنا في هذه البلاد عايشين كأننا في بلادنا بالضبط، عايشين بكرامة، ما كيخص علينا والو. وأنا متأكد دابا نقول لكم في يوتيوب اخوان أنا راه خاصني فلوس ولا خاصني شي حاجة، راه غديروا روينة باش تجمع فلوس وتجيبوها ليا، ولكن أنا عن جد ما حدني معاكم ما عمره يخص علي شي حاجة، ديما عايش بكرامة، ديما عايش مرتاح، حيتاش أنا عايش بين خوتي وأحبابي اللي في غيم والمغرب ولات كنعتبروا بلادي، خاصكم تعطوني الجنسية ما سوقيش. المهم أنا في غيم ولات كنعتبر راسي عايش في بلادي، في غيم ولات كنعتبر هاد البلاد بلادي، في غيم ولات كنعتبركم خوتي وعائلتي ولافامي وكل شيء، ولات متعلق في المغرب، ولات كنغار على المغرب، ولات ما كنبغيش نسمع شي واحد كيجبد المغرب، أنا فيما كنشوف شي واحد كيعاير المغرب تانا كنوض كنعاير وكنبدا كنسب ما كنخلي ما ندير. أنتم بلادي وأنتم خوتي وأنتم أحبابي، كنبغيكم بزاف. هذه قصص بسيطة طرات مع بعض الشباب الفلسطيني هنا، وأنا متأكد باللي أغلب أو لكل الجالية الفلسطينية اللي عايشة في المغرب صارت معهم قصص بحال هذه القصص. شكرا لكم بزاف، هنا غادي يسال الفيديو، اشتركوا في القناه والسلام عليكم. كان معكم اخوكم ولد غزه وعبد الكبير، هو عبد الكبير اللي من قبيله كان هضر معاه. تحياتي لكم والسلام عليكم.